هذا وأشرف مساء اليوم المفتش العام لوزارة العدل حمدان عبد القادر على مراسيم تنصيب حمدي باشا عمر رئيسا لمجلس قضاء سكيكدا وكبير أحمد فتحي نائبا عاما لدى ذات المجلس. ودعا المفتش العام للوزارة إلى المحاربة الصارمة لكافة أوجه الفساد. محاربة الفساد بدرجاته وإشكاله واستعادة الأموال المنهوبة ودعم نظام النزاهة الوطني من بين الأولويات المليحة ومن بين المهام التي يتعين النجاح في معالجتها لاستئناف عملية التنمية وتحقيق الازدهار لشعبنا. إنما نحرص على تحقيقه في هذا الضغط بالذات هو أن نجعل من القضاء قضاء مواطن بكل ما يشتمل عليه هذا المصطلح من المعاني والأبعاد، ومن بينها أن يكون قضاء عصريا.